الدين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من واسع حكمتك، وعلمنا ما لا نعلم فإنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكنا في هذه الحلقة. وقبل أن نبدأ نذكر بصيغ الميزان النبري. الصيغة الأولى هي فعل 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 بالنبر على حركة الفاء، وفعل بالنبر على حركة العين ولونها أحمر. الصيغة الثانية فعل 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 بالنبر على حركة الفاء، وفعل بالنبر على حركة اللام ولونها أزرق. الصيغة الثالثة فعل 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 بالنبر على حركة الفاء، فعل بالنبر على حركة العين، فعل بالنبر على حركة اللام ولونها أخضر. الصيغة الرابعة متعل 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 بالنبر على حركة الميم، متعل بالنبر على حركة التاء، متعل بالنبر على حركة اللام ولونها برتقالي. إذا أردنا أن نضرب أمثلة لكل صيغة من الشريحة التي أمامنا الآن، مثلا به في الآية الرابعة والسبعين، به لون الباء أحمر، إذن النبر على حركة الباء، فتنطق به مثل فعل ولا تنطق به مثل فعل. مثلا أيضا ومن، ومن في الآية الثالثة والسبعين، النبر فيها على حركة الميم، إذن تنطق مثل فعل ومن فعل وليست ومن فعل. إذا أردنا أن نضرب مثالا للصيغة الثانية فعل فعل، الآية رقم 71 أول كلمة فيها واتلو، نلحظ أن الواو ملونة باللون الأزرق، إذن النبر على حركة الواو فتنطق واتلو مثل فعل ولا تنطق واتلو مثل فعل. كذلك كلمة نوح، نوح النبر فيها على حركة النون فتنطق هكذا نوح فعل ولا تنطق نوح فعل وهكذا. إذا أردنا أن نضرب مثالا للصيغة الثالثة فعل فعل فعل، مثلا كلمة رسلا في الآية الرابعة والسبعين، لها ثلاث طرق في الأداء، طريقة صحيحة وطريقتان خاطئتان. الطريقة الصحيحة بالنبر على حركة الراء هكذا رسلا مثل فعل بالنبر على الحركة الأولى، ولا تنطق رسلا مثل فعل ولا تنطق رسلا مثل فعل. كذلك الصيغة الرابعة متعل متعل متعل، وهي صيغة عزيزة كما نعلم، حتى يعني إن كانت رؤيتي صحيحة لم أرها إلا في كلمة واحدة، وهي كلمة وشركاءكم، فالنبر فيها بالنسبة للمقطع الأول أو النصف الأول من هذا التركيب على حركة الكاف، وشركاء وشركاء هكذا، فالنبر فيها على حركة اللام بالنسبة لمتعل هكذا.